السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الخاص بشرح طريقة التطوع في كأس العالم 2026. كما تعلمون جميعا بأن كأس العالم المقبلة 2026 وكذا جميع الكؤوس العالمية التي تنظم تحتاج دائما إلى عدد من المتطوعين بطبيعة الحال للتطوع، يعني في المساهمة في التنظيم في مثل هذه التظاهرات العالمية التي تحتاج بطبيعة الحال إلى عدد كبير من المتطوعين والمساهمين في إنجاح هذه التظاهرات. إذا اليوم سأقدم لكم يعني هذه الفرصة الجديدة التي تتعلق بالتطوع في كأس العالم 2026. إذا إليكم طريقة التطوع. ثم قبل ذلك سنتعرف على ما هي بعض المزايا التي يمكن أن تستفيدون منها أثناء تطوعكم في مثل هذه التظاهرات العالمية. إذا أول شيء بطبيعة الحال ما ستحصلون عليه هو سفر مجاني إلى بلد من بلدان البطولة، بحكم أن كأس العالم المقبلة ستنظم يعني بدول متفرقة، بالإضافة إلى بطبيعة الحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا فسفر مجاني إلى إحدى هذه البلدان التي ستستضيف كأس العالم 2026. ثم ما ستحصلون عليه أيضا فرصة المشاركة في تنظيم وإدارة فعاليات ضخمة. إذا فالمتطوعون بطبيعة الحال في مثل هذه التظاهرات يحصلون على عدة مزايا، منها أنهم ستكون لهم فرصة المشاركة في التنظيم، يعني الجماهير، وأيضا في مرافقة الجماهير البلدان يعني التي ستشارك في كأس العالم. ما ستحصلون عليه أيضا هو اكتساب مهارات جديدة في التواصل والقيادة وحل المشكلات. بطبيعة الحال حينما ترافقون جماهير أحد الفرق المشاركة، فبطبيعة الحال ستكتسبون مهارات في التواصل بلغات مختلفة واكتساب يعني خبرات والاحتكاك بثقافات مختلفة. ثم ما ستستفيدون منه أيضا هو تكوين صداقات مع أشخاص من مختلف الثقافات، وهذا شيء جميل بطبيعة الحال. ثم أنكم ستعيشون تجربة لا تنسى ستبقى معكم طوال العمر. إذا فالمشاركة بطبيعة الحال، فالسفر والتغذية تكون على حساب يعني على حساب الدولة التي ستتطوعون فيها. إذا السؤال المطروح هنا، كيف يمكنني أن أحصل على هذه المزايا؟ أي كيف يمكنني أن أصبح متطوعا في كأس العالم؟ كيف ستصبح متطوعا في كأس العالم؟ الأمور بسيطة جدا. عليك أولا اتباع هذه الخطوات بالترتيب. إذا أول خطوة ستقوم بتقديم طلبك. إذا ابدأ رحلتك من خلال زيارة موقع فيفا. يعني ستذهبون مباشرة إلى موقع سأضع رابطه أسفل الفيديو، وهو موقع رسمي للفيفا للتطوع. ثم تقومون بتقديم طلب المشاركة في البطولة التي ترغب في الانضمام إليها. إذا أثناء الدخول إلى هذا الموقع ستجدون بطولات أخرى ككأس العالم للسيدات، وأيضا كأس العالم للرجال، وبطولات أخرى يحتاج فيها الفيفا إلى المتطوعين. ثم بعد ذلك الخطوة الثانية بعد تقديم الطلب في الموقع وهو اجتياز المقابلة. اجتياز المقابلة ستتم من خلالها مراجعة طلبك ودعوة المرشحين المقبولين لإجراء مقابلة فيما بينهم. ثم الخطوة الثالثة وهي قبول الدور. سيتم تعيين المتطوعين اعتمادا على مهاراتهم وخبرتهم وملائمتهم للدور. إذا أن الدور سيتم تعيين مجموعة من المتطوعين اعتمادا على مجموعة من المعايير أثناء المقابلة الشفوية. ثم الخطوة الرابعة والمرحلة الرابعة وهي الحضور للتدريب. إذا ستحتاج إلى إكمال جميع التدريبات المطلوبة للتحضير لمهامك. إذا بعد قبولك في المرحلة الأولى سيدعونكم لحضور دورة لتدريب. إذا لتدريب وفق ما يعني وفق مهاراتك التي تم اختياره من خلالك في مقابلتي الشفوية.
ثم الخطوة الخامسة وهي وقت البطولة، استمتع بتجربة مميزة وكن جزءا من الحدث العالمي، يعني أنك ستحتاج بعد التدريب إلى دعوة لحضور هذه البطولة بطبيعة الحال. إذن الخطوة السادسة بعد البطولة، ما ستحصل عليه بعد البطولة؟ ستحصل على شهادة تقدير وشعور بالفخر للمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي. إذن أنك إن كنت جزءا من هذا الحدث العالمي فهذا بطبيعة الحال سيبقى فخرا لك، وستحصل بطبيعة الحال على شهادة تقدير، بالإضافة إلى أن السفر مجاني والتغذية والإيواء مجاني بطبيعة الحال. إذا ما هي بعض مهام المتطوعين في مثل هذه التظاهرات؟ إذا سنتعرف أولا على متطلبات التطوع، ثم بعده سنتعرف على مهام المتطوعين. إذا من بين متطلبات التطوع أن تكون في لياقة صحية جيدة بطبيعة الحال، يعني أن لا تكون تعاني من أمراض مزمنة، ويعني تكون لك يعني لياقتك غير جيدة. إذا أول شرط هو أن تكون في لياقة صحية جيدة، أن تكون قادرا على العمل ضمن الفريق، يعني لا أن تكون يعني يعني أنت يعني أن تحب يعني العمل كفريق، يعني لا تكون يعني لك قرارات فردية. ثم الخطوة ومتطلبات أخرى، أن تكون ملتزما بحضور التدريبات والقيام بواجباتك. إذا هذه من بين شروط أو متطلبات المتطوعين. إذا سنتعرف على مهام المتطوعين والمتطوعات في كأس العالم وفي جميع التظاهرات. إذا أول مهام هو استقبال الزوار وتوجيههم أثناء المونديال. مثلا سيتم مثلا اختيار مجموعة من المتطوعين حسب لغاتهم وحسب ثقافتهم، وسيقومون بطبيعة الحال بتوجيه الزوار يعني جماهير هذا الفريق إلى مكان الملعب وإلى مجموعة من المرافق الأخرى. مساعدة الجماهير بتقديم المعلومات، تقدم مجموعة من المعلومات للجماهير التي ستشارك. تنظيم الفعاليات والأنشطة، يعني تقوم بتأطير أنشطة ثقافية تكون موازية لمباريات كرة القدم. ثم بعد ذلك نقل المعدات وتنظيم حركة المرور، بطبع الحال تساهم في تنظيم حركة المرور في المونديال. تشغيل وصيانة أنظمة التكنولوجيا، الترجمة بين اللغات، العمل كفريق، وتنظيم المهام بكفاءة. إذا هذا كل بعض المهام بسيطة جدا ستكون يعني للمتطوعين والمتطوعات. سيتم اختيار بطبيعة الحال المتطوعين وفق مجموعة من المعايير التي أشرنا إليها، منها اللغة وأيضا الثقافة. وأخيرا بطبيعة الحال فموعد كأس العالم، كما تعلمون أنه ستنطلق بطولة كأس العالم يوم الخميس 11 يونيو سنة 2026 في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، على ملعب أزتيكا الشهير، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 19 يوليوز 2026 في نيويورك نيوجيرسي. إذا كل هذا ما يتعلق بهذا الفيديو المتعلق بالتطوع في كأس العالم، إلى فيديوهات مقبلة إن شاء الله.